اللي لعب اليوم هو الفريق الاتفاقي في المجموعة الثانية. نتابع في البداية نتائج المباريات. بختكور خسر مباراة أمام الشباب الإماراتي بهدف لهدفين. ولخفي القطري فاز على الاتفاق بهدفين دون مقابل. هذه كانت النتائج، نشوف ترتيب المجموعة بعد المباراتين. الأخوي القطري في الصدارة ب 11 نقطة، الشباب الإماراتي 9 نقاط، الاتفاق السعودي 7 وبختكور الأوزبكي 7 والدعاء طبعا الاتفاق وبختكور. الاتفاق والأخوي المجموعة بشكل عام يعني كان كل فريق مؤهل انه يكسب صحيح. وبالتالي شوف اللي صاحب المركز الاخير في المجموعه نعم. الشباب الاماراتي الان تاهل كثاني عن المجموعه. خلينا احنا نتكلم عن الاتفاق. الاتفاق ما بدا كويس وان كان كانت حظوظه افضل في المجموعه، خاصه المباراه الاولى امام بختكور في طشقند كان قريب اقل شيء من التعادل صحيح. ايضا مباراه الشباب الاماراتي ثم انتفض في مباراتين وحصل الست نقاط من فوزين متتاليين. لما يعني جت نقطه الحسم ما كان الاتفاق يعني في المباراه يوحي لك بانه يعني عنده رغبه انه يكسب المباراه، الكل يتحدث انه بدا بتشكيل خطا مثلا في المباراه، يوسف السالم كان على دكه البدلاء. اليوم يعني؟ ايه. يوسف السالم كان احتياط. ما كان الاتفاق يعني تقدر تقول انه بيفوز يعني، اضافه لانه الاخويا مش فريق سهل يعني. والله انا شوف بصراحه اول شيء المجموعه هذه غريبه، كل الفرق كانت زي ما قلت مؤهله للتاهل. لكن الشباب فرط في مباراه الاتفاق، فرط في مباراه الشباب اللي في دبي وفرط في مباراه بختكور. احيانا اقول ليس بالامكان افضل مما كان، يعني فريق الاتفاق احيانا يعني نطالب احنا يعني ظروف الاتفاق مختلفه عن الفرق، البديل ما كان عند الاتفاق، اصابات بعض اللاعبين، عدم جاهزيه اللاعبين غير السعوديين ما في كانوا استفاده الا من سانتوس يعني اتوقع. نعم كارلوس يعني هو الافضل ما بين المجموعه، لكن ما كانت ذيك الفائده من اللاعبين غير السعوديين، كل هذه وزي ما قلت لك يجب ان لا يحمل اكثر، يعني هذا هو الواقع وهذه حقيقه وضع الاتفاق. يعني انا قبل شوي انتقدت الشباب لانه كل الامور مهيئه للشباب، اتكلم من مجلس اداره مهيئ كل الامور للاجهزه الفنيه للاعبين العناصر البدلاء كل شيء موجود فيه. الاتفاق ظروفه الحقيقه صعبه، يعني ظروفه واي اصابه تؤثر في وضع الفريق. عشان كذا انا اقول لك اليوم هو طبعا لا شك انه خسارته من الشباب او بختكور لو عطل واحد منهم يعني لو كسب اربعه حتى لو خسر من الاخوه مرتين ما في مشكله، لكن هذا هو الوضع اللي صار. نتكلم انه المجموعه ترى فنيا مش ذيك المجموعه اقل من المجموعات يعني اقل المجموعات الثانيه بالتالي عندك فرصه انك تمشي فيها. هو كان عنده انا تقول لي فنيا هو الشباب مو بفضل من مو بفضل من الاتفاق مع انه الشباب اليوم لو شفت القتاليه انا في رايي الشباب فاز على بختكور، لا هو فاز على الحكم ثم بختكور. انت لو شفت المباراه انا تابعت كنت اروح واجي المباراتين بصراحه يعني عشان انها مهمه. الحقيقه كان الحكم الايراني غريب في قراراته، في كل قراراته غريب، ومع ذلك فاز الشباب ومباراة في أوزبكستان يعني يعني كل هذه الأمور. لكني أنا أرجع أقول الاتفاق ظروف الحقيقة أو إمكانيات يعني هذا هو الواقع وهذه ظروف الاتفاق ما يجب أن نقصه. من يحب الاتفاق يجب أن يقف معه بصراحة. يعني إحنا دائما نقول شو يقول شوف الفتح وش سوى الاتفاق ليش الاتفاق في الفترة الأخيرة الناس ما تقف معه. أنا دائما أقول أنا عبد العزيز شو اللي ناقصه أقول لك شو اللي ناقصه التفافه من الجميع. ما كنا نشوف الاتفاقيين يطلعون على عبر وسائل الاعلام ينتقدون بعض، هذا واحد. اثنين دائما يقولون عبد العزيز الدوسري ولازم يعطي الفرصه لك. طيب يا اخي واحد يتقدم ويقدم القائمه حقته ويقدم المشروع اللي بيسويه للاتفاق، ودائما عبد العزيز الدوسري يقول اللي يبغى يجي الله يحييه. لكن احنا بس مو بنقول الاستاذ عبد العزيز يمشي وبعدين نبحث عن رئيس، والامثله كثيره ولو تبغى ندور على انديه زين نتورط في ذا الموضوع. الان ما تلقى يعني بالذات الانديه اللي ما عندها راعي والله وضعها صعب جدا يعني وضعها صعب. بس الان الفتح معلش ابو فهد الفتح يعني الغى كل المقولات هذه انجاز التعبير، فريق باقل امكانيات الماديه بمدرب عربي وهو مدرب كبير يعني ما نحترمه ونقدره، لكن احنا نشوف الانديه زين بما انك ذكرت انه مدربين عالميين وملايين و الى اخره واخذ الدوري. طب اقول لك راي يمكن يزعل الاخوان في الفتح مع انهم كلهم يحبونه. فتح الجبال طبعا من افضل المدربين، لا يعيب انه عربي، بالعكس هو فخر، وبصراحه انا يعني تعاملت معه على المستوى الشخصي من افضل المدربين، قراءه وفكر وقدره على احتواء كل العاملين معه. الفريق البطل، شوف الفتح بطل ويستحق البطوله وكل ما حصل له جهود وعمل اداري وفني ممتاز او اكثر من ممتاز. لكن تعرف متى تكون انت فريق بطل؟ لما تستمر
في المنافسة في كل دوريات العالم. أنت لو ترجع يعني في فرق هبطت درجة أولى يعني في الدوري الإنجليزي وغيره. أوكي صحيح. أي أنا ما أحبط من معنويات، لكن مهم جدا الفريق الفتح الموسم القادم أن يكون بين الأربعة. لا يعني مركز الرابع خلنا من الموسم القادم، إحنا نتكلم عن 26 جولة لعبها. إنجاز. خسر واحدة. إنجاز. طيب. أنا إيش قلت لك؟ إنجاز. إنجاز غير مسبوق، وفريق يستحق كل التقدير والاحترام. خسر ثنتين على كل مع الوحدة. خسر ثنتين. آه طبعا خسر الثاني مع الوحدة. صحيح. يعني بس كانت منتهية. لا 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 أنا أقصد أنا ما أقلل من الفتح، بس أنا أقول العمل القادم. ليش الحين كل لاعب في الفتح يبغى يزيد سعره، وبيكون في هذا ضغط على الإدارة. على الإدارة. كل لاعب مميز أكيد الأندية الثانية حتستقطب، يصير فيه منافسة عليه. الظروف اللي حصلت، الميزانية اللي حصلت، كل هالأمور لن يعني لن تكون إذا كنت تبغى تكون أول أو ثاني أو ثالث ما راح تكون بنفس هذه الميزانية، ما راح تكون بنفس هذه الظروف. لكن لا شك إن الفريق عمل جبار إداري ومالي وفني، كل هذه الأمور يستحقون عليها. لكن أنا دائما أقول يعني في حال استمر الفتح على استمر على أنا أقول من الأربعة. أي أنا أقول لو يأخذ الرابع الفتح ثلاث سنوات قادمة يعتبر ممتاز. نموذج لكل الفرق المنافسة. شوف رابع يعني، ومع ذلك هو يستحق التقدير والاحترام على ما حققه. طيب خلينا نتكلم عن بما أنه انتهت المباريات، هارد لك الفريق الاتفاقي. عندنا مواجهة سعودية قطرية إنجاز التعبير في دور 16، الهلال بيلتقي الأخويا الأهلي مع الجيش والشباب مع الغرافة. أنت كيف تقرأها؟ والله شوف بصراحة أنا عندي إن الشباب يعني بيلعب مع الغرافة وهو الأقل في الدوري حتى في الدوري القطري يعني. تشوف الأخويا الثاني، الجيش الثالثة في الدوري، الفريقين زاخرين بالنجوم يعني المحترفين، خلينا نقول يعني فريق ثقيل داخل الملعب يعني فنيا صراحة فريق ثقيل مرة، لا الجيش ولا والعناصر اللي تشوفها. الأخوية تقصد؟ أنا شو قلت؟ إيش الغرافة؟ لا الأخوية قصد الأخوية والجيش فنيا هم من أفضل الفرق، حتى لعبوا هم في نصف النهائي كأس ولي العهد، فاز الأخوية عنده نهائي السبت. نعم نهائي كأس ولي العهد هو لعب مع الجيش، كان فايز في 2-1 في آخر دقائق المباراة. يعني فريقين أثقل. من صالح الأهلي إن المباراة الأولى، مع أني أنا ترى ماني معترف كثير في حكاية الأرض والجمهور والأشياء هذه، الكلام على في الملعب هو بس الأرض والجمهور خدم بايرن. يا أخي الحين بايرن 3-0 على برشلونة في المباراة الأولى. أيوة خدمها الأرض والجمهور. طيب والهلال مع الفريق الاستقلال خسر هنا وفاز هناك. الهلال هو خسر نفسه وهو كسب. والأهلي مع الغرافة يعني لا فاز فعلا، تعادل في الدوحة وفاز. أنا أقصد هذه يعني مقاييس. أنا حقيقة مؤمن إنه ناحية فنيا من اللي تشوف الأكثر تأهيل. أيه؟ أنا في رأيي الأهلي، لأن الغرافة فنيا أقل من الأهلي. الشباب الأهلي والجيش. الشباب والغرافة. والجيش. أيه؟ أنا قصدي الشباب والغرافة، حظوظ الشباب أكثر. الشباب أكثر. الأهلي مع الجيش والهلال مع الأخوية يعني 50-50، لأن الفرق صراحة قوية الجيش والأخوية. والأهلي والهلال أيضا مميزين. أي أنا أتكلم عن معطيات فرق نحن السعودية. فنيا أتكلم. أي أنها تعدي ولا ما تعدي الميزان. شوف في تفاصيل أو جزئيات في المباراة تحصل في أفضلية تسجيل هدف وما أعرف إيش في المباراة هذه 2-0 وهذه 3-1 في 1-1 يعني في 1-1 و0-0 في نقاط جزئيات صغيرة في المباراة بتأثر فيها. لكن فنيا تحطهم في الميزان قبل المباراة وعلى الورق 50-50 الأخوية والجيش والأهلي والهلال. بالنسبة للفرق نحن يعني احنا شفنا بالنسبة للجولة الأخيرة في الدوري، يعني دوري أبطال آسيا جولة أخيرة في الدوري، دوري أبطال آسيا بتلعب كأس ملك، تكلم عن الفرق الثلاثة. نعم. ممكن تتأهل، مجهد للاعبين انك تروح. هو طبعا بس تتنقل عشان ما نجد العذر. هذه ضريبة كل الفرق الكبيرة على مستوى العالم، يجب ان الثقافة تكون موجودة عندنا. انت تعرف اصلا من بداية الموسم انه في شهر 3 و4 و5 بتكون مضغوط. ما في فريق ما كان يعرف هذا الموضوع اللي مشاركين اسيويا، والفريق اللي عنده طموح انه بيتأهل اكيد انه يعرف هذا الامر جيد، وبيستمر الضغط الى بداية الموسم القادم. لكن هذه شيء اشهر الثلاثة في كل العالم، معروف ان الفرق الكبيرة تدفع ثمن مثل هذه الوضعية مشاركاتها. يعني أكيد الفرق الأقل ما تلعب. يعني الفريق اللي ما عنده مشاركات خارجية بيكون ما عنده ضغط، لكن الفرق اللي تشارك وتنافس قاريا أكيد بيكون عندها ضغط. الأمور الآن مكشوفة بالنسبة للفرق الستة. صحيح. كل واحد شاف الثاني في الفريق. ما في أسرار. الأمور بيد المدربين، بيد اللاعبين، بيد من إدارة، تهيئات فنية. شوف أول طبعاً نفسية. أنا مؤمن إنه العمل الجيد خلفه إدارة جيدة. لكن المدرب وتحضيره للمباراة. واختيار ونهاية في اختيار التشكيلة من يوم ينزلوا الملعب اللاعب. يعني ممكن مدرب يقول اللاعب توجيهات معينة واللاعب ما يؤديها، ما نقدر نقول المدرب، ما نعرف حنا المدرب وجه اللاعب هذا التوجيه أو ما وجهه. لكن في الأخير الأمور الفنية أو الكفاءة الفنية هي اللي تفرق بصراحة. الكفاءة الفنية قصدي من اللاعبين يعني. لكن لما تكون الفرق 55-45 تدخل جوانب أخرى، لكن أنا أقول إن الفرق 50-50 تقريبا. عشان كذا الأمر صعب
بالنسبه له. وكل الفرق على فكره مضغوطه، عشان ما نقول احنا مضغوطين وهم لا لا لا، عندهم في قطر الان كاس الاميري بيبدا يعني او بدا صحيح. في الادوار التمهيديه اي نعم، ولعبوا يعني الاخويا لعب الاربعاء اليوم وبيلعب السبت نهائي صحيح. بعدين يعني كل الفرق مضغوطه، كل الفرق الكبيره يعني من يخسر هو من سيجد له المبرر، لكن طيب. الحقيقه يعني غير مقبول مثل هذا. مبروك للهلال، مبروك للشباب، مبروك للاهلي، حظ اوفر للفريق الاتفاقي ان شاء الله تعالى. احنا نتمنى ان شاء الله ان الفرق السعوديه الثلاثه تواصل للامام باذن الله تعالى لادوار متقدمه في هذه البطوله.